ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنرسم بيوت مع بعض بشكل حلو وبسيط وهيعجبكم ان شاء الله. متنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه، لايك وشير الفيديو، اكتبوا لي كومنت من كومنت ده كله بتساعدني، وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. النهارده هنرسم رسمه بشكل جديد، يا رب تعجبكم. هنحتاج الاول نرسم دايره، ممكن نعملها بالبرجل، ممكن نعملها بأي شكل مدور عندنا، طبق، علبة، أي حاجة. وبعد كده كل اللي هنحتاجه هنجيب المسطرة بتاعتنا ونبدأ ان احنا نحدد فين النص بتاع الدايرة ونعمل خطوط زي ما اتفقنا. في كل مرة الخطوط بتاعتنا لازم تبقى خفيفة، مش عايزة خطوط تقيلة ولا خطوط جامدة قوي، بحيث ان احنا واحنا بنمسح نقدر ببساطة ان هي تمسح معانا وما تبقاش معلمة في الرسمة بتاعتنا. اي مقاسات بقى انتوا تحبوها في الخطوط، مش اي مشكلة في ده. وهقول لكم هنعمل بيها ايه، اتفرجوا على الفيديو للاخر وشوفوا انا بعمل ايه، وبعد كده ابدأوا عيدوه تاني من الاول واشتغلوا معايا، بس لازم تفهموا احنا بنعمل ايه الاول. انا كده قسمت الدايرة بتاعتي اشكال، انا هعمل بيها ايه بقى؟ دي زي الصورة اللي وريتهالكوا في الاول، هبدأ ان انا اعمل كل جزء فيها دوت على شكل بيت، كأني شايفة واقفة في نص الشارع وشايفة كل البيوت دي ايه طالعة لفوق. طيب اي اشكال بقى تحبوها، يعني انا ممكن مثلا اجي هنا اقفل ده كده ماشي، واعمل مثلا ايه الشبابيك. خلي بالنا واحنا بنرسم لازم كله يبقى واخد نفس الشكل بتاعي ده معايا. عايزين تعملوا برضو شبابيك بالمسطرة مفيش اي مشكلة. هوريكوا ازاي، اهو مثلا انا هعمل خط هنا اهو، بس كله هنوقف عند النقطة اللي في النص دي ونبدأ نرسم. انا هعمل مثلا شباكين، انا ايه اقفل، هعمل برضو انا عندي ممكن اعمل الباب من تحت كده، باب كبير. واقفله كده، انا كده عملت مثلا ايه دي بيت. ممكن واحد تاني هوقفه مثلا هنا، انا عايزة اخده مثلا هنا، معملهمش كلهم نفس المقاس او نفس الطول عشان اقدر افرق ما بينهم. ممكن هنا مثلا اعمل ادي الباب مثلا باب كبير كده، واعمل مثلا صف شبابيك جنبه. وقف مسطرتي على يعني النقطة اللي في النص دي واعمل خطوطي عشان يبقى ادينا الشكل مظبوط. وابدأ ان انا بقى ارسم بقى بيوت باشكال كتير خالص زي ما انا عايزة، وممكن اعمل بقى مسجد، اعمل كنيسة، اعمل بنك، اعمل مستشفى، زي ما احب. انا هعمله برضو بسرعة واوريكم الشكل في الاخر عامل ازاي.
خلصت رسم تقريبا. طبعا الاشكال زي ما انتوا تحبوا وزي ما انتوا عايزين، هحبرها بالقلم زي ما اتفقنا، يا اما بالقلم الخشب التقيل او قلم فلوماستر او قلم حبر زي ما تحبوا. هنا اعملها بالقلم الحبر، حبرها برضو بسرعة والونها وارجع لكم تاني. كده انا حبرتها ومسحت الرصاص كويس قوي عشان تبقى نظيفة. طبعا زي ما قلت لكم لازم القلم الرصاص يبقى خفيف عشان ما يبانش معانا. بعد كده هبدأ الونها. وجالي مساعدة كده من ولادي لونوا معايا. لو ايدين كتير كده في الفيديو دي ايدين ولادي، انا لونت معاهم شوية وفي الاخر سبتها لهم بقى هم يكملوا تلوين. هرجع لكم انا بقى بعد ما اخلص تلوين خالص. عايزة اقول لكم ان انتم ممكن ترسموا الاشكال او التصميم اللي يعجبكم في البيوت، برضو تلونوا بالالوان اللي تعجبكم، دي حرية ليكم تعملوا اللي انتم عايزينه. انا بوريكم بس شكل مبدئي كده وبسيط وانتم اعملوا اللي انتم عايزينه وبراحتكم خالص. طبعا نخلي بالنا واحنا بنلون ان احنا نلون كله في اتجاه واحد، ما نخرجش بره وما نسيبش اي فراغات بيضة زي ما اتعلمنا في الدرس ازاي نلون صح. لو مش شفتوش تقدروا ترجعوا له تاني. هما كده خلصوا، انا بس هعيد على الحته دي بس عايزاها غامقه شويه، هغمقها واحط عليها نقط بالقلم الدوكو الابيض. هوريلكوا بقى خلصت خالص خالص. كده خلصناها ولونناها، يا رب تكون عجبتكم.
واتمنى ان انتوا تعملوها وتوروني عملتوها ازاي، وطبعا بالوانكم اللي انتوا تحبوها. مستنيين فيديوهات تانية كتير وطرق تانية جميلة ان شاء الله. وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة ولايك وشير الفيديو وكومنتات كل بتساعدني، وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. اشوفكوا على خير.